شارك معالي الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن راشد الخليفة رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية صباح اليوم في أعمال الاجتماع الدوري لمجموعة الرؤية الاستراتيجية بين روسيا والعالم الإسلامي والمنعقد في العاصمة كوالالمبور بمملكة ماليزيا الشقيقة تحت عنوان التفاعل بين روسيا والعالم الإسلامي في عصر التعددية القطبية الناشئة، وذلك وسط مشاركة دولية واسعة ورفيعة المستوى. وألقى معالي كلمة في الاجتماع أعرب فيها عن ترحيبه بالأعضاء ناقلا للجميع تحياتي حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وتحياتي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وتمنياتهما للاجتماع بالتوفيق والنجاح، مشيرا معالي إلى مبادرات مملكة البحرين الرائدة في هذا المجال وآخرها إطلاق جائزة الملك حمد للتعايش السلمي ودعوة جلالة الملك المعظم المجتمع الدولي لعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط. لا يخفى أن العالم يواجه اليوم الكثير من التحديات الخطيرة والتحولات الجذرية التي يصعب التنبؤ بها وتداعياتها، لذلك فإننا نؤكد على ما تضمنته كلمة مملكة البحرين خلال المناقشة العامة لاجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة بدورتها 79 بالحاجة الملحة للإصلاح الشامل للنظام الدولي وصياغة إطار دولي مجدد مبني على القيم المشتركة والالتزام متجدد بتعددية الأطراف التي تعطي الأولوية لازدهار جميع الأمم من أجل حل القضايا بالغة الأهمية ولترسيخ وتكريس أسس العيش معا باعتباره أنبل المساعي.